في آية في إصحاح 7 بيقول العبارة الجميلة دي، بيقول لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه، فإنه يوجد من يخفض ويرفع. يمكن الكلمات تبقى جديدة على ما سمعنا، بس أرجوك تتفهمها وياي. لا تستهزئ بأحد في مرارة نفسه، يعني واحد يبقى الدنيا جت عليه وتيجي أنت تستهزئ بيه كمان. فإنه يوجد من يخفض ويرفع، بالضبط زي ما العذراء مريم قالت إيه، أنزل الأعزاء الكراسي ورفع المتضعين. يوجد من يخفض ويرفع في ربنا، في ضابط للكل في كل الحياة. لا تكن قاسيا. طبعا القسوة عكسها الحنو أو الحنية باللغة الجميلة، يعني اللغة العربي بتاعتنا. لا تكن قاسيا، كنش قاسي، لأن القسوة شكل من أشكال تحجر القلب. وفي العزة على الجبل اللي احنا قريناها دلوقتي، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. إنسان الوديع الحنين. العالم مع انتشار الخطية فيه تزداد القساوة في قلبه، تزداد القساوة، وتلاقي واحد بيظلم أخوه، واحد في الأسرة أطراف بيعتدوا على بعض، وتلاقي شعوب بالمثل كده، ويبقى فيه قسوة. وأرجوكم تنتبهوا، مجموعة الموضوعات اللي نتكلم فيها بنعمة ربنا دي عشان تراجع عليها نفسك وتدخل للعام الجديد وقلبك صح وحياتك صح. علشان تقدروا تعيشوا وياي في المعنى ده، عايز أقرأ لكم موقف من العهد القديم بيبين يعني ايه قساوة ويعني ايه حنو. موقف القانا الرجل والزوج لحنة أم صموئيل، واللي كان عنده زوجة تانية اسمها فننة. وكانت فننة دي الله أعطاها نسل، وحنة ربنا ما أعطاهاش نسل، فكانت دي بتغيظ دي بتغيظ. شوفوا بقى موقف الزوج هيبقى إيه. أقرأ لكم النص كده. لما كان الوقت وذبح القانا ذبح ذبايح يعني، أعطى فننة امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وزع عليهم الذبائح دي. أما حنة فأعطاها نصيب اثنين، لأنه كان يحب حنة اللي ما عندهاش أولاد، لكن الرب كان قد أغلق رحمها تخلفش، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة، لأن الرب أغلق رحمه. تصور ربنا يدي عطايا لإنسان يوم يستخدم العطايا دي عشان يغيظ إنسان. شوفوا القسوة. أكمل لك. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها. كل ما يجي موسم أعياد تغيظ حنة، مش مرة ولا اتنين، ده بقى أسلوب حياة. فبكت ولم تأكل حنة طبعا. فقال لها القانا رجلها، شو بقى الموقف الجميل اللي هيحصل ده، يا حنة لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ هو عارف السبب طبعا، ما عندهاش أبناء. أما أنا خير لك من 10 بنين؟ شوفوا بقى الحنية التي تظهر حتى في الكلمة البسيطة. هو عارف مراته زوجته حنة، لماذا تبكين لماذا لا تأكلين لماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا فخير لك من 10 بنين؟ أنا ما أعرفش القانا جاب الكلام الحلو ده إزاي، وطيب خاطر
زوجته ازاي، طيب خاطرها، واحد تاني كان ممكن ينظر للأمر ده ويدي تقدير واحترام للأولانية اللي عندها أبناء، والتانية دي يهملها أو يطردها أو أو أو. شوف بقى الصورة الحلوة. فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلوه وبعدما شربوا، وعلي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس، واحدة بتغيظ فيها على طول، مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونظرت نظرا وقالت، الصلاة بتاعتها بقى، يا رب الجنود إن نظرت نظرا إلى مزلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياتي ولا يعلو رأسه موسى. يعني ما يحلق الشعر. شوف بقى الكلام الطيب اللي قاله ألقانا زوجها، ثم هي وهي مرة النفس، ودي كلمة صعبة جدا، وقفت تصلي وتقول يا رب لو عطتني وما نسيتنيش وعطتني نسل، اللي هتدهوني ده أنا هقدمه لك ويبقى مكرس عندك يخدم بيت الله طول أيام حياته. كان زمان تطويل الشعر علامة هذا التكريس. ولا يعلو رأسه موسى. أرجوكم تحطوا في ذهنكم دلوقتي شكل إنسانة تحمل قلب قاسي رغم أن ربنا عطاه، نعم عطاه أولاد، والتانية مرة النفس ولكن زوجها يكون ممتلئ بالحنية ويقول لها العبارة الجميلة دهيت. شوفوا الحنية بتاعت ألقانا كان فيها شكل ايه. اولا كان زوجا محبا، زوج بيحبها، فاول حاجة عطلها نصيبين من الذبائح، يعني كرمها اكتر. نمرة اتنين، في هذا الحب اعلنه. نمرة تلاتة، اهتم بمشاعرها الحزينة. ممكن الواحد يبقى كده كلامه ناشف شوية يروح يقول لها مثلا ولا يهمك، كلمة ناشفة كده، لكن هو قال لها الموضوع بشكل جميل قوي، يقول لها أما أنا خير لك من 10 بنين، يعني أنا صاحي زوجك، لكن اعتبريني كأني 10 أبناء لك، يعني أنت الأغنى وأنت الأكثر وأنت الأحسن، وانتي قيمتك عندي عاليه. فاهتم بمشاعرها الحزينه ويقول لها لماذا تبكين، لماذا لا تاكلين، لماذا يكتئب قلبك. والاحلى من كده اني اقول لها العباره اللي طيب خاطرها كتير خالص، طيب خاطرها، انا عايزك اول حاجه في انك لا تكون قاسيا انك تختار عباراتك، تختار العبارة أو الكلمة أو الجملة اللي الطيب خاطر بيها الآخر. ممكن واحد يجي يشكي لك حاجة تروح قايل له إيه؟ ما أنت تستاهل، ما أنت اللي جبته بنفسك، مش كده برضو؟ آه، ده شكل من أشكال القسوة، ما أنت اللي وقعت نفسك، ومفردات كتيرة خالص. لكن ألقانا النهاردة وفننا بيدونا المثالين بتوع القسوة والحنية.